شيلك من عليها لقطع عالك. بس افضحي مين يا رحمك؟ اسمها حلوة انت وهو. اللي انا عايزه منكم خلاص خدته. وابوك اللي عايزه تحسبيه علينا روح ده كان جاي المستشفى اصلا خلصان. لو حبيت تقل عقلك المستشفى دي ما فيهاش ورقه تقول ان ابوك دخلها، يعني هتخسر ابوك دنيا واخره، مش هتعرفي حتى تدفنيه. هتفضحينا بقى ولا اعمل لك تصريح دفن واجيب لك عربيه توصلك انت وابوكي؟ انا عايزه ابويا، انا عايزه اخد ابويا وامشي. حسبي الله ونعم الوكيل، فيك ربنا ينتهي منك. انا عايزه اخد ابويا وامشي، عايزه اخد ابويا. راضي بقت لهم عربيه عشان تروح تدفن فيها ابوها. اوامرك يا زعامه. ميشو يا باشا، راضي رساك على الدور من اوله؟ رسينا يا باشا وكله تمام، واي حاجه تحت رجليك يا باشا. يعني هتعرف تخلص ولا هتطلع قط بلدي؟ يا باشا قط بلدي لا مؤاخذه، يعني ده انا الشهير بميشو الاسد، يعني اسد المنطقه باشا. هنشوف هنشوف هتطلع راجل ولا ميشو. لا يا باشا اطمن حضرتك، اطمن يا باشا. راضي من النهارده الواد ميشو ده راجل من رجالتنا، عايزك بعد ما يخلص المصلحة دي تمنجهه آخر منجهة. لو ما خلصت بقى يبقى أنا أخلص عليه بمعرفتي. طب ولازمته الكلام ده يا باشا؟ ده أنا تحت أمرك يا باشا، ما تقلقش، كله هيتم على خير إن شاء الله. كلامك أوامر يا زعامة. اتكل أنت على الله يا ميشو. ماشي يا باشا. أستاذ أنا باشا، سلام عليكم. سلام عليكم. تناوي بجد تخلي الواد ده واحد من رجالتنا؟ ده عايز زباله، يبيع ابوه عشان الفلوس. طب ما يبيع، ده انا كمان ناوي افتح له محل مكن صيني، وهو يبقى احلى فاترينه ندخل بيها شغلنا. دي سكه واتفتحت لنا يا راضي، مش عارفين هنحتاجها امتى. شغل دماغك بقى. ولا اقول لك؟ لا بلاش بلاش، انت تشغل دماغك خالص. اشغلها انا